كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. خطبتنا عن التفاهة والتافهين. التافهين الذين أصبحنا نراهم صباح مساء في مواقع التواصل الاجتماعي. العجيب أيها المباركون أن يقوم تافه بتقديم تفاهة فتصطدم بعدد المشاهدات التي تتجاوز الملايين. هل أصبحت التفاهة جزءاً من حياتنا ومن حياة أبنائنا؟ إسلامنا ديننا العظيم هذب سلوكنا في الخوض عن سفاسف الترهات وأحوال التفاهات إلى نيل الغايات النبيلة وبلوغ الاهتمامات العالية. لابد أيها المباركون ولكي نعالج مرضاً ما أن نكتشفه أولاً، أن نتعرف على المرض لكي نبدأ في العلاج. دعونا أيها المباركون ننظر إلى جوالاتنا، ما هي أكثر المقاطع التي نشاهدها؟ من هم الذين نتابعهم ونتابع يومياتهم؟ هل هم من المشاهير الذين نجد لديهم فائدة في دنيانا أو أخرانا، أم هم من المشاهير التافهين؟ ولا أعمم، فبعض المشاهير كما أسلفت تجد لديه الكلمة الطيبة والقصة المعبرة النافعة، وجعل من هذه الوسائل منابر نفع وتوجيه وفائدة للناس. أتكلم عن المشاهير التافهين الذين يفترض أن يكون محتواهم التهريج فقط. أما أن نجد منهم من يقول في رأيي الشخصي أن الحكم الفقهي في المسألة الفلانية كذا، وعقلياً لا ينبغي أن نحرم كذا وكذا، وعندي ردود على عالم الشريعة في فتواه على رسلك يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عباد الله، دعونا أيضاً ننظر إلى مجالسنا واجتماعاتنا هل هي مزيج من الجد والمزح؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه. أم أن مجالسنا كلها هزل وإغراق في التفاهات والقيل والقال؟ روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. لماذا أيها المباركون نتحدث عن التفاهة والتافهين؟ نتحدث عنهم لكي نعيد الموازين إلى نصابها. التافه أصبح مشهورا، والمشهور في زماننا هو من يشار إليه بأنه نجم مهما كان سبب الشهرة، فأصبح التافه نجما وقدوة لأبنائنا. كيف لا يرونه نجما وهم يرون احتفاء الإعلام به؟ ألا تستغربون من تخطف كبرى القنوات الفضائية لأشخاص مبلغ علمهم التهريج؟ يظهرونهم أنهم نجوم، أنهم عصاميون، أنهم مكافحون. وحدثنا عن شهرتك وعن أول مقطع عرفك فيه الناس، فضغط الإعلام وتكراره في إخراج هؤلاء لنا بأنهم نجوم من أقوى ما يعزز التفاهة في مجتمعاتنا وبين أبنائنا. من أسباب فشو التفاهة أيضاً الصحبة البطالة التافهة، فمن كانت له صحبة يطيل الجلوس معه، صحبة لا هم لها إلا سفاسف الأمور، لا يسمع منهم إلا أخبار التافهين، فقل لي بربك كيف سيكون صاحب همة وجد وجلد واجتهاد؟ شئت أم أبيت المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شئت أنت وصاحبك أم أبيتم ستأخذ منه ويأخذ منك. من أسباب فشو التفاهة أيضاً بل من أعظمها الغفلة عن يوم القيامة. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وهو الصادق المصدوق فيقول: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفي زيادة أبو داود بسند صحيح: ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لا تدرون تنجون أو لا تنجون. الغفلة عن يوم القيامة
وكأنه يوم ليس له وجود، كأنه يوم لا حقيقة له، من أعظم أسباب فشو التفاهة واللامبالاة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال متعجباً: يا عجباً لقوم أمروا بالزاد ونودوا بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. ويقول الله سبحانه وتعالى واصفاً غفلة كثير من الناس عن اليوم الآخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كيف نعالج أنفسنا ومن نعول ومن حولنا من مرض التفاهة والإعجاب بالتافهين؟ من أول العلاجات أن نضع التافهين في موضعهم الصحيح الذي يستحقونه، فهذا مهرج همه إضحاك الناس، ولا فرق عنده أبداً أن يضحك الناس منه أو يضحكوا عليه. وذاك آخر جاهل جهلاً مركباً فلا يؤخذ منه علم ولا فتوى. نريد من أبنائنا أن يضعونهم في موضعهم الصحيح، ولكن قل لي بربك حين يرى أبناؤنا كل هذه الحفاوة بالتافهين في الإعلام وإغداق المال عليهم، كيف نستطيع أن نقنعهم أن النجومية ليست بالمال؟ الجواب: سيقتنعون حين يتأملون موازين الشرع. فقارون من أغنى أغنياء المعمورة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ورغم ذلك فخسفنا به وبداره الأرض. سيقتنعون أن النجومية ليست بالشهرة، فكثير من الأنبياء ليسوا بمشهورين، بل ولا حتى بمعروفة أسمائهم، ولا حتى بمعروفة أسماؤهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف بمن يقوم بحثا عن الشهرة بعمل المقالب المفزعة المرعبة؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فكيف بمن يكون مقلبه على أبيه؟ الضحية هو الأب، يدخل الرعب والخوف على أبيه ليضحك الناس على أبيه ولكي ينال مشاهدات عالية. موضعه الصحيح ليس نجما، بل هو عاق بوالده، وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. ومن العلاجات من التفاهة أيها المباركون أن نجتهد في رفع الهمة، لا تكون الهمة منصرفة إلى توثيق التفاهات وجلب البذاءات في مقاطع مهينة وتصوير أحداث لا قيمة لها، بل تكون الهمة عالية والنفس تواقة للمعالي. قال رجاء بن حيوة: كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، فأرسلني لأشتري له ثوبا، فاشتريت له ب500 درهم، فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه رخيص الثمن. فلما صار خليفة للمسلمين بعثني لأشتري له ثوبا، فاشتريته له ب5 دراهم، فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالي الثمن. قال رجاء: فلما سمعت كلامه بكيت. قال لي عمر: ما يبكيك يا رجاء؟ قال: تذكرت ثوبك قبل سنوات وما قلت عنه. فكشف عمر لرجاء عن سر ذلك الموقف وقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة، أي تشتاق إلى الشيء، إن لي نفسا تواقة، وما حققت شيئا إلا تاقت لما هو أعلى منه، تاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الأمارة فوليتها، وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، والآن يا رجاء تاقت نفسي إلى الجنة، فأرجو أن أكون من أهلها. وفي الحديث: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. وآخر علاج نذكره للبعد عن مواطن التفاهة الدعاء لأنفسنا ولأبنائنا والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فزكريا عليه السلام حين طلب الولد على كبر وطول انتظار دعا له قبل أن يبشر: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء.